شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عقد تصميم وتنفيذ وصيانة وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة مطروح بطول 660 كيلو متر، وذلك مع تحالف مصري ألماني بقيادة شركة سيمنز الألمانية. هذا وأكد رئيس الوزراء اهتمام الرئيس السيسي وتوجيهه المستمر بتوفير وسائل نقل جماعي على أعلى مستوى للمواطنين المصريين ومتابعته خطوات توقيع العقد الذي سيحدث نقلة حضارية في وسائل النقل بمصر. من جانبه قال رونالد بوش الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، قال إن إقامة أول منظومة للقطار الكهربائي السريع في مصر سيخلق العديد من الوظائف وسيدعم النمو الاقتصادي، كما سيعمل على تحسين جودة حياة ملايين المصريين. هذا وتبلغ كلفة الإجمالية للمشروع 4.45 مليار دولار، يربط ما بين مدينة العين السخنة بمدينة مطروح مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان ومدينة السادس من أكتوبر والأسكندرية ومدينة برج العرب والعلمين بطول 660 كيلومتر يشتمل على 21 محطة.